أكد وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر في اجتماعهم في الأردن أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري. استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر في جدة منتصف نيسان الماضي للتشاور بشأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، انطلق اليوم اجتماع جديد حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية. وأفادت وسائل أعلام أردنية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقد لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد عقب وصول الأخير إلى عمان للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 للمشاركة بأعمال الاجتماع، واستعرض الجانبان جهود الأردن لإطلاق دور عربي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية إلى جانب ملفات اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات على الحدود. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر أردني قوله إن اجتماعات عمان الجارية تحمل ردود سوريا على مقترحات عربية بما يضمن التوصل إلى حل سياسي يكفل وحدة أراضيها واستمرار عمل مؤسساتها وملف العودة الآمنة للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن تلبية هذه الشروط وغيرها ستكون كفيلة بعودة دمشق للجامعة العربية. وأضاف المصدر للشرق الأوسط أن الاجتماعات قد تشهد توافقاً على سيناريو سياسي يجري العمل على بلورته بما يضمن عدم استفزاز المجتمع الدولي والتمسك بربط العودة بعملية سياسية في سوريا، كما ذكر بأن ما ستقدمه دمشق خلال الاجتماع لا يزال غير معلوم. المصدر الأردني اعتبر أن حضور المقداد يرسل إشارة قوية على دعوة دمشق للقمة العربية المقبلة في الرياض. وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن نهاية آذار الماضي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون في عمان عن مبادرة أردنية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، انطلاقاً من دور عربي مباشر وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية وتحرك وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة. ويرى مراقبون أن خطوات عودة سوريا للجامعة العربية باتت قريبة وأن دمشق تبحث فك العزلة الدولية عنها من خلال الشفاعة العربية، إلا أن ذلك مرهون بما ستقدمه دمشق من تنازلات مغرية مغلفة بما يشبه القرار 2254، وستستخدم للضغط على الغرب الذي بدوره سيعتبره بداية لتغير سلوك الحكومة السورية المنشود من قبله. وللحديث عن هذا الاجتماع ونتائجه أرحب بضيفي من عمان الدكتور حسن عبد الله الدعجة أستاذ الدراسات الاستراتيجية من جامعة الحسين بن طلال. أهلا بك دكتور حسن. إذا نتحدث عن اجتماع الذي عقد اليوم في الأردن لوزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن وسوريا والسعودية، بداية دكتور يعني حضرتك ماذا لمس من نتائج ومخرجات جديدة في هذا الاجتماع؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام في هذا الاجتماع التشاوري الذي يأتي استمرارا للجهود العربية السابقة في لم الشمل العربي وجمع الصف العربي في جهود عملية سياسية مشتركة ومحاولة إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. أنا باعتقادي أن الأردن سعى قبل ذلك بكثير قبل هذه الاجتماعات إلى إعادة سوريا من خلال محاولة استثناء سوريا من عقوبات قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة من خلال استجرار الكهرباء إلى سوريا والغاز إلى لبنان منذ عام 2021، واجتماعات وزراء الطاقة السوري واللبناني والمصري والأردني في عمان ومناقشة القضايا التفصيلية في إيصال الكهرباء والغاز إلى لبنان وسوريا. هذه محاولات كانت أولية وتم النجاح الجهود الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني من خلال الحصول على هذا الاستثناء
وأيضا على الصعيد الآخر محاولة إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، كان هناك محاولات جمة وزيارات بين المسؤولين الأردنيين إلى دمشق والسوريين إلى عمان. وأخيرا يعني كان هناك التوجه العربي تقريبا ذو الأغلبية لمناقشة عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. تبقى هناك بعض الدول العربية الممانعة لعودتها لأنها ترى أن الأسباب التي دعت إلى عزل سوريا عن مقعدها في جامعة الدول العربية لازالت قائمة، وهي قضية الشرائح السورية كافة في الحكم وعمل تسوية سياسية مع المعارضة ومع جميع الشرائح السورية الوطنية لقيادة المرحلة القادمة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، هناك مقاربة أخرى لبعض الدول العربية الأخرى، ويترى أن الأولوية بالنسبة لها هي وحدة الصف العربي. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، وحدة الأراضي السورية واستقلال وسيادة سوريا وخروج القوات الأجنبية من سوريا. وأغلب الدول العربية يعني تفضل هذا الاقتراب، مع وجود بعض الدول التي تفضل الاقتراب الآخر الذي ينظر إلى أن الوضع في سوريا ما زال قائم منذ عام 2011 إلى الآن، وبالتالي يستوجب معالجته حسب قرارات المجلس الأمن والأمم المتحدة في هذا الجانب. وذلك لأن الآن الصعوبة في توحيد كلمة الصف العربي تجاه عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة الدول العربية، خصوصا مع الدعوة السعودية للرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية المنتظرة عقدها في الرياض في 19 الشهر الحالي هذا. طيب دكتور حسن، يعني نعم، يعني الحديث بدأت بحديثك أن هناك مساعي أردنية منذ زمن ومساعي أيضا عربية في الوقت الحالي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. هذا الموضوع هل هو هدف عربي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية؟ يعني هل هو هدف بحد ذاته أم أنها عودة سوريا إلى الجامعة هو وسيلة لوصول لحل الأزمة السورية؟ نعم، هذه الجهود العربية هي ليس هدف بحد ذاتها، لأنه كما تعلم لدينا تقريبا 7 مليون سوري لاجئ و6 مليون سوري نازح داخل سوريا، تركوا مواطنهم وموقعهم في سوريا، وبالتالي هذه مسألة تتعلق بملفات، منها ملف عودة اللاجئين، ملف المخدرات، ملف التهريب المخدرات، والملف الآخر اللي هي الأرهاب والتطرف الذي يعني شكلت سوريا له من دون قصد بسبب الفوضى التي حصلت وتنازع القوى الإقليمية والدولية والمحلية إلى وجود بيئة خصبة للتطرف والإرهاب لأن تنمو وتتوسع في الأراضي السورية. وهذا يشكل يعني مجمل الملفات التي تناقشها الدول العربية مع سوريا، إضافة إلى ما تحتاجه سوريا هو رفع العقوبات من خلال استثناءها من قانون قيصر وعودتها إلى الجهد العربي المشترك حتى تعود سوريا وتعود عجلة التنمية إلى سوريا وترتقي بمواطنيها وحصول المواطنين على أبسط وأدنى على الأقل الحاجات الإنسانية التي تضمن العيش الكريم وتضمن الأمن الإنساني في الأراضي السورية. إذن هي ملفات متداخلة تهم الطرفين. أيضا إذا نظرنا إلى ذلك من خلال مشاريع التسوية التي تتم عربيا وإيرانيا في المنطقة، أنا أعتقد أن الملف السوري أيضا جزء مهم جدا في هذا الجانب، إضافة إلى الجوانب العلاقات الثنائية التي تمت بين سوريا وبعض الدول العربية. يعني الأردن لم يقطع علاقاته، إنما خفض العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لكنها موجودة وهناك تنسيق أمني وعسكري وفي هذا الجانب. الإمارات العربية لها علاقات قوية الآن، البحرين، سلطنة عمان، مصر أيضا ترحب بعودة سوريا للجامعة العربية، تونس أرسلت سفير، المملكة العربية السعودية وزير خارجيتها زار دمشق. كل هذه الأمور المؤشرات تدل على أن هناك محاولة إطفاء الحرائق في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي تحديدا، خصوصا بعد عقد اتفاقية المصالحة السعودية الإيرانية في بكين وتزايد النفوذ الصيني في المنطقة ومحاولة دفع هذه المتغيرات. دكتور حسن، تحدثت عن متغيرات كثيرة في المنطقة وانفتاح عربي وغيرها من المتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة الإقليمية، باعتقادك هل تضع
الأزمة السورية في بداية سكة الحل بنظر إلى كل هذه الاتصالات العربية والتحركات الدبلوماسية اليوم؟ نعم، أنا باعتقادي هذه البدايات أو قطعنا شوط في مشوار البداية، وإحنا اقتربنا من النصف، يعني نصف المشوار، حتى تصل هذه الملفات إلى حلها جميعا، ومن ثم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. الآن الدول العربية منقسمة، الأغلب مع عودة سوريا. هناك بعض الدول التي يعني لا تزال ترى أن الأسباب التي أدت إلى العزل سوريا عن مقعدها ما زالت قائمة، وهي يعني قطر والكويت والمغرب، المملكة المغربية. وهذا هذه المواقف العربية دكتور حسن، يعني أعذرنا على المقاطعة المتكررة، لكن يجب أن نقف عند هذه النقاط. يعني هذه المواقف لبعض الدول العربية الرافضة، ولو قسناها بالمبادرة الأردنية التي أطلقها الملك عبد الله الثاني، وحول الحديث وأنهم حتى كما قال وزير خارجية الأردني الصفدي قبل قليل في المؤتمر الصحفي أنهم اتفقوا على اتباع منهج خطوة مقابل خطوة، هنا يعني بتوقعاتك ما الذي يمكن أن تقدمه دمشق كخطوة مقابل يعني هذه المواقف لبعض الدول الرافضة؟ نعم، الخطوة مقابل خطوة صحيح، هو يعني الجهود العربية يجب أن تشملها الجهود الإقليمية والجهود الدولية. لا زالت يعني هناك قرارات الأمم المتحدة التي تحتاج إلى التطبيق والتنفيذ، وأعداد اللجان المتخصصة لها ما زالت قائمة وزالت مطلوبة من الجانب السوري، مطلوب أيضا من الجانب السوري حماية حدوده ومنع التهريب ومنع إنتاج المخدرات والقبول بعودة اللاجئين وضمان أمن وسلامة اللاجئين وأيضا النازحين داخل سوريا، إضافة إلى قضية الملف الإرهاب. هذا من ناحية، أن هذه مجموعة الملفات، يعني هناك خطوات كبيرة متسارعة يعني تبدأ بمشوار الحل هذا، لكن هذا يتطلب أيضا من الحكومة السورية مزيد من التعاون في الجهد العربي هذا، وأيضا لإعطاء مؤشرات للدول الدولية للدور الدولي والإقليمي بأن المسألة السورية قابلة للحل وأن هناك مرونة في هذا الجانب. لكن هناك في الواقعية السياسية نرى ما هو على الأرض الواقع، ما يحتاج إلى أولا إعادة سوريا إلى الصف العربي من خلال محاولة وحدة المحافظة على وحدة الأراضي والسيادة والاستقلال السوري، بعيدا عن التدخلات التركية والإيرانية وأيضا الدولية. كما نعلم أن الموقف السوري هناك ضغوط أعتقد دولية معنية بقضية المصالحة، هذا على الجانب الروسي يسعى إلى الدفع باتجاه المصالحة، أنا باعتقاد الجانب الأمريكي يدفع باتجاه عدم المصالحة وتطبيق قانون قيصر للعقوبات. كل هذه الأمور تتضارب وتتعارك في هذا الجانب، ويبقى الجهد الأكبر على الدول العربية وهذا الاجتماع الخماسي الذي قد يفضي إلى نتائج تقنع الدول العربية الأخرى بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. كل هذه الأمور مجتمعة، لا نستطيع أن نعزل المتغيرات الإقليمية والمتغيرات الدولية عن بعضها البعض في الشأن السوري وحتى المتغيرات الداخلية داخل سوريا، وبالتالي هناك مطلوب من سوريا أن تتقدم بخطوات حتى نقنع الغرب وأيضا المنظمة الأمم المتحدة. يعني من بين هذه الخطوات دكتور حسن، نعم يعني دائما يتم التركيز في أي حديث عربي مع دمشق في هذه المرحلة يتم الحديث والتركيز على موضوع بداية على موضوع ملف اللاجئين ومكافحة تجارة وتهريب المخدرات الكبتاجون. لو بدأنا من موضوع الملف اللاجئين، يعني إذا تحلحل يعني هذا الملف وفتح الباب أو أبواب العودة للاجئين السوريين بضمانات عربية، باعتقادك هل سيفتح ذلك الباب لسوريا أمام عودتها ل البيت العربي وبغض النظر عن الملفات السياسية الأخرى؟ أنا باعتقادي أن الملفات كل المتكامل معا، الملف العربي السوري والملف الإقليمي السوري والملف الدولي السوري، هناك التزامات دولية تجاه الدول العربية تجاه سوريا، منها قرارات يعني مجلس الأمن وخصوصا 22-54، يعني هذا القرار والقرارات الأخرى معنية في تطبيقها سوريا
حتى تأتي إلى الحلول التي ترتعيها الدول العربية لإعادتها إلى الصف العربي. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن سوريا مطالبة الآن على الأقل إصدار عفو عام عن جميع اللاجئين وجميع الهاربين لتسهيل مهمة اللاجئين وإعادة بناء البنى التحتية التي تهدمت أثناء المعارك التي دارت في السابق، وإعطاء ضمانات لهؤلاء اللاجئين بأنهم سيعيشوا بأمن وسلام واستقرار. هذا يحتاج جهود إعمار دولية وأيضا إقليمية وعربية حتى تعود سوريا إلى ما كانت عليه سابقا. هذه قد تكون خطوة أولية بتخفف عن الدول المضيفة للاجئين مثل الأردن ولبنان وتركيا مثلا والعراق. هذه خطوة أساسية. الخطوة الأخرى بقضية منع تصنيع الكبتاجون والمخدرات ومن ثم تسهيل مهمة تهريبها عبر الحدود، هذا الملف الآخر. والملف الأخطر هو تمدد الإرهاب والتطرف الذي قد ينتشر من المناطق السورية إلى الحدود العربية الأخرى، وبالتالي يعني بس فقط للمفارقة دكتور حسن، يعني اليوم نعم. مع وصول وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إلى الأردن لحضور هذا الاجتماع، الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب كبتاجون من الحدود السورية الأردنية. يعني كيف يعني هنا نتحدث عن مسار دبلوماسي للحد من تجارة وتهريب المخدرات، في الوقت ذاته هناك عملية إحباط لتهريب المخدرات. بسؤال أخير لو سمحت لي دكتور حسن، يعني تحدثت عن موضوع إعادة الإعمار وغيره من الملفات، هنا نسأل عن عقوبات قيصر. يعني وأمريكا أعلنت أنها لا تشجع عمليات تطبيع مع دمشق، وبالعودة إلى موضوع قيصر، يعني هو تمنع التعامل مع حكومة دمشق أو كما يسميه القانون النظام السوري. حتى لو عادت العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وبين الدول العربية، ماذا عن التعامل الاقتصادي التجاري إعادة الإعمار في ظل وجود قيصر؟ نعم. يعني في البداية دعني يجيب على قضية إحباط محاولة تهريب المخدرات. هذا اليوم كما تعلم الحدود الشمالية الأردنية وجنوب سوريا تسيطر عليها بعض الميليشيات التابعة لإيران، كما نستطيع القول بأن الحكومة المركزية السورية لا تسيطر على جميع أطرافها بالطريقة الفاعلة التي تسيطر عليها الدول في الحالة الاعتيادية، وبالتالي هذا الوضع يعني محتمل ومتوقع لأن الميليشيات هي التي تسيطر على هذه الجوانب، إضافة إلى المتكسبين والمستفيدين من هذا في القوات المسلحة السورية أو الميليشيات أو حزب الله أو عصابات تجارة المخدرات. هذا من ناحية. الناحية الأخرى طبعا الولايات المتحدة لا تدعم أي تطبيع مع سوريا، والولايات المتحدة أرسلت لإحدى الدول العربية مدير المخابرات CIA تطلب منه عدم التدخل في إعادة سوريا إلى الحضن العربي وإلى جامعة الدول العربية، وكذلك طلبت عدم التعامل مع الصين، وبالتالي هذا ضد المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. لكن مع ذلك الآن مع تعدد الأقطاب في العالم أصبح هناك هامش حركة سياسية وحرية المناورة السياسية للدول العربية والدول العالم النامي، لأن تقوم بمناورات سياسية قد تكسر بعض الجمود في بعض القوانين. وإذا نظرنا إلى قانون عقوبات قيصر، ننظر إلى الملف الروسي، روسيا استطاعت يعني تحييد موضوع العقوبات على روسيا بتوجهها إلى الشرق وتعاونها مع منظمة شنغهاي ودول بريكس والصين والهند وإيران ودول أخرى، هذه حقائق يعني نذكرها. وكذلك الدول الأخرى التي تم معاقبتها استطاعت أن توجد أسواق بديلة لها والتي لا تؤمن بالعقوبات الأمريكية. العالم الآن أصبح منقسم، هناك تعدد في الأقطاب، هناك هامش ومسرح سياسي. تستطيع الدول العربية فرض خطوات مقابل خطوات تقوم بها الحكومة السورية لعودتها إلى الصف العربي. أشكرك جزيل الشكر من عمان الدكتور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية من جامعة الحسين بن طلال. شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.